إذن بدون مقدمات، برلمان كاتالونيا يقرر اليوم الانفصال عن إسبانيا، وفي ذلك أكيد تداعيات كبيرة جدا، ولكن لحد الساعة لا شيء حسم، لأنه هذا يتضمن ضرورة اعتراف دولي بما حدث، وأيضا هناك إجراءات ستكون حاسمة على كل المستويات، إلا أن يعني مجلس الشيوخ الإسباني أقر أن يكون هناك الحكم المباشر من سلطات مدريد وتفكيك كل السلطات المحلية الموجودة داخل إقليم كاتالونيا. ولكن المشاهد المتتبع يقول استقل إلى في حال انفصلت كاتالونيا، بارسا مع من غتلعب؟ غتلعب مع اسبانيول وخيرونا ولا غتمشي للدوري الاسباني؟ فشنو بالك يا مراد؟ لا لحد الان القرار كما سبق الشرطي وليس قرار اذا سمحت، لا لا مش قرار، فقط اعلان، قرار من طرف واحد، انفرادي من طرف واحد، الحكومه المركزيه في مدريد رفضته، كذلك عدم اعتراف الاتحاد الاوروبي. اظن ان لو كان القرار سوف يكون رسمي، اظن ان سوف تكون تداعيات كبيره من الناحيه الرياضيه على فريق اف سي برشلونه، لان الفريق سوف يكون مجبر على لاعب في دوري داخل اقليم دوري ابطال كاتالونيا، بالتالي غيكون انهيار واحد الفريق عظيم وعنده تاريخ كبير. صحيح. هناك تصريح لديل بوسكي على هذه الازمه اليوم انه يمكن ان تغليب لغه الحوار لفك هذه المشكله. شكرا بسام، يعني رايك في هذا الموضوع، وايضا نادي برشلونه التزم الصمت هذه المره، يعني خوسيه ماريا بارتوميو في قبل ان يكون هناك الصمت. حوار ما بين حكومه مدريد واقليم كاتالونيا وتلك الاضرابات التي شاهدناها اثناء الاستفتاء، وكان حديث على ان سيكون هناك حوار ثنائي، خرج بارتوميو وهدر اليوم التزم الصمت، لانه اصبحت المرحله يعني حساسه ولا تقبل وخطيره لمصلحه برشلونه البقاء في يهم مستقبل بلاد باكملها. وبالنسبه للدوري الاسباني، يعني بعد يومين هناك مباراة ريال مدريد وخيرونا ستقام هناك في خيرونا، وهناك من يقول أن المباراة ربما ستؤجل. خافيير تيباس رئيس رابطة الاتحاد الإسباني حسم في الموضوع وقال أن المباراة ستقام في موعد، ولكن ستقام في ظروف صعبة، غيكون هناك ضغط كبير على لاعبي فريق ريال مدريد، امور حساسه هناك، يعني ما نتكلموش على السياسه حيت بعيد علينا. علاش اخويا؟ ولا كنتكلموا يعني فقط على الجانب الرياضي اللي يمكن نفهموا فيه. في كل حالات يعني بالنسبه لكره القدم الاسبانيه، هذا القرار هذا سيقتل كره القدم الاسبانيه، سيقتل الدوري الاسباني، حيت ريال مدريد بدون برشلونه سيساوي شيئا، برشلونه كذلك من دون ريال مدريد. ولا ننسى بان برشلونه منحت 6 أو 7 لاعبين لمنتخب اسبانيا المتوج بكاس العالم في جنوب افريقيا 2010، ولكن اعتقد بان هذا المشروع يعني سيحسم من طرف الحكومه المركزيه في مدريد، لانه حتى على مستوى الاعتراف دوليا هناك مشاكل لفرنسا مع مورسيا، وهناك مشاكل لكل دول العالم في الاقاليم التي تطالب بالانفصال، حتى الباسك موجود في فرنسا. اوروبا ليست بحاجه الى مثل فقط هذه. فقط تكلمت على المساله ديال اين ستلعب برشلونه، كان هناك حديث عن امكانيه لعب في الدوري الفرنسي او الدوري بعد ذلك في الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي ايضا. حديث صعب. شكرا بسام، تلعب مع اسبانيول ومع خير.